وزاوية التابلو على جهة اليسار، هيك بتكون سيارتك بالأمان إن شاء الله. يلا بهدوء نطفي يعني طاف. أي أنا أول شغلة أني أتعلم تعليم عادي بعدين أحصل على الشهادة. أنا الصراحة جيت أتعلم قيادة السيارات، أنا زوجي معاق كفيف، أنا جيت أتعلم قيادة السيارة عشان سوق، وأنا فيني أخذ زوجي مثلا لما كان عمله وجيبه لما كان عمله، ما أستعين بأي شخص، وبنفس الوقت أني يكون أنا قدوة لكل أمرأة أني تتعلم سيارة. كبداية إني بتلاقي في شوية صعوبة بالخص إذا كان على الجير، بس بعدين لا تتأقلم معها بتصير كأنها هي قطعة منك، يعني بتتعامل معها بكل لطافة. والله ممتاز وممتع، يعني هي بتعتبرها شيء نحن بنعتبره شيء جديد هون، بس في إقبال كتير كبير، صبايا سيدات نساء كله بحاجة إنه يكون متعلم للقيادة. هلا أنا بالنسبة لي مختصة بالقسم العملي، في صبايا مختصين بالقسم الميكانيك، هندسة ميكانيك، القسم النظري الأنسة قمر بتعطي النظري. بيحكوا انه كثير النسوان سواقتهم هيك سيئه شوي بالطريق، شو رايك انت؟ مو صحيح. هلا هو دائما لما بتبدا بالشيء دائما بيكون صعب، بس على الممارسه اجباري راح يكون طبيعي وسهل وخفيف. بالعكس كثير حلو التعامل مع السيدات والانسات، يعني وخصوصا بالقياده لان الشغله محببه لهم. اول نزلنا فرامل الايد، شيل اجرنا على الدبرياج ببطء ببطء، تمام شيل اجرنا مع الفرام، طلعت السياره تمام، هاي حالة الإفلاس. ممتاز أبو أحمد، ممتاز ممتاز ممتاز، تمام تمام. على الرمبة جاي لهون حتى أتعلم وأقوي حالي ويكون عندي شوية إدراك. يوميا عم يشوف حشرات الحوادث المرورية في الطرقات وهون على الإسترادات. الحمد لله في تطورات ملحوظة. هذا الحكي مدربك بدي احكي، في تطورات الحمد لله رب العالمين، تطورات انا في حالك عم بقيم حالي، يعني الشباب عم يستفيدوا وضعهم كويس الحمد لله رب العالمين. بطمان كولاس كتله سلندر، وعندي اخر شيء هو حوض الزيت، هيك واحد مثل الموتور بسبب قلة الوعي في المناطق المحررة وكثرة الحوادث في هذه الأيام وقلة الوعي المروري لدى بعض السائقين، افتتحنا الدورة الأولى في هذه المدرسة. بعد افتتاح الدورة الأولى يتم أعطائهم دروس نظري ودروس عملية على تعليمهم لقانون السير العالمي. ويوجد عندنا في الفترة الصباحية للذكور وفترة مسائية للإناث. بعد حصول المتدرب على وثيقة دوام من المدرسة يتم إرسالها لمديرية النقل، وبالتنسيق مع مديرية النقل يتم تحديد موعد فحص لهؤلاء الطلاب.